بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله دلوقتي هنتكلم في المحاضرة الثالثة، وموضوعها هيبقى إن شاء الله المحاضرة الثالثة زي ما حضراتكم شايفين Solved Examples and Exercises. احنا اتكلمنا في المحاضرتين السابقتين وعرفنا الفاينانشال ستيتمنتس الأربعة وركزنا على الثلاثة، وقلنا إن الكاش فلو هنأجلها لوقت لاحق إن شاء الله عشان نتكلم بتفصيل. واتكلمنا أساسا موضوع المحاضرة الثانية والثالثة حتى من الأولى كمان عن الأكاونتنج إيكويشن، وعرفنا إن إيه الكومبوننتس بتاعت الأكاونتنج إيكويشنز اللي هما 3 أكاونتس اللي هي الأسيتس والليابيليتيز والأونرز إيكويتي، والمعادلة قدام حضراتكم. وعرفنا ايه الاكسباندد ايكويشن في الاونرز ايكويتي، مش بس الاونر ايكويتي 1 فيجر، لا ده الاونرز ايكويتي بنطرح كمان الاونر ويزدرولز وبنضيف الريفينيوز وبنطرح الاكسبنس، وشرحنا الكلام ده هو في المحاضره السابقه. هنبدا دلوقتي ان شاء الله نعمل تطبيق عملي على هذه المعادله. احنا كنا قلنا ان احنا ما بنحبش نتكلم في النظري بصوره منفرده في الاول، ونقعد نديكوا الستاندردز والاسامشنز والتكنولوجي مره واحده، لكن بنتعرض لها في حينها، والان جاء حينها. لما اجي اتكلم عن وات از اكاونتنج، ويمكن ده كان اول سؤال المفروض اقوله لكم اول ما ابتديت من داي 1، اول كلمه اقولها لكم يعني ايه محاسبه. طيب دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان دي ديفينيشنز، ممكن نختلف في التعريف، اقول لك تعريف واحد، تاني يقول لك تعريف تاني، واحد تالت يقول لك تعريف تاني، او اي تكست بوك يتناول 3 different definitions او meanings to the same title. المساله دي يا جماعه ليست قرانا، مش المفروض ان حضرتك انك تحفظ بالنص وتحطه لي في ورقه الاجابه نصا حرفا حرفا، لا، هذا الاسلوب اسلوب يعني ما يمشيش ابدا مع التعليم الجامعي. حضرتك بتفهم المضمون وبتعبر بالطريقه بتاعتك، المهم توصل المعلومه للاكزامينر للي بيمتحنك ان انت فاهم وعبرت بطريقتك. فمش عايز الموضوع ده يعمل لكم يعني شيء من المجهود الزائد ان احنا نقعد نحفظ ولازم بالظبط هو قال كذا وهي قالت كذا، لا، هذا الاسلوب ما يتماشاش ابدا مع المرحله اللي احنا فيها. وجايب لكم ده متعمد على سبيل المثال. التعريف الاولاني اللي فوق What is accounting؟ قال ايه؟ Is an information and measurement system، نظام معلومات وقياس. بيعمل ايه بقى؟ That identifies، اول حاجة Step 1 بيعمل identification. طيب Step 2 records، وبعدين and communicates. طيب بيعمل identification و recording و communication لإيه بالظبط بقى؟ لإيه؟ relevant, reliable and comparable information. الكلام ده كلام يعني رصين جدا و يعني شامل كل حاجة، بس انت ما تش مطالبه، افهمه وبعدين عبر بطريقتك. relevant يعني مناسبة، يعني كلام مناسب، مش reliable يعتمد عليه. طيب and comparable قابل للمقارنة. ليه؟ لأن بيحكمنا standards في المهنة. فلما بقول إن الميزانية العمومية بتاعت X company والميزانية العمومية بتاعت Z company، لما بقارنهم هنا assets هنا assets، مفهوم الأسيت واحد، مفهوم الليابيليتيز واحد، مفهوم الأونرز إيكويتي واحد، والمعايير اللي بتحكم التعامل مع الاسيت واحده، ومع الليابيلتيز واحده، ومع وهكذا. فدي الكومبيتابيليتي، يعني ان الايتم ده قابل للمقارنه، ودي دي فايده الستاندردايزيشن في كل حاجه في اي علم. يعني انا بعمل ستاندردز عشان تبقى فيه بيقولوها ايه بالمزوره، يعني لقياس كده تبقى ثابته عند الكل والكل ماشي بيها. طيب كل الانفورميشن دي يعني ايه بقى؟ about an organization's business activities، عن نشاط الوحدة الاقتصادية.
ده تعريف مطول ورصين، يعني فيه لام شامل جامع. مش المفروض، وأكرر، إنك حضرتك تقول لي أو حضرتك تقول لي هذا الكلام نصا في ورقة الإجابة إذا سئلت هذا السؤال. تحتيه في الصفحة، نفس الصفحة تحت خالص، تعريف آخر بيقول لي إيه؟ اختصر شوية بقى، جاب إيه؟ ما قل ودل. وأنا أكثر ميلا إلى هذا التعريف اللي تحت، إنكو أوكي. Accounting is an information system، ما خرجش عن المضمون، هي فعلا نظام معلومات. هناك and measurement، دي إضافة وزيادة يعني، والانفورميشن إيه والميجرمنت عشان أساليب القياس وما هي موحدة، يبقى ممكن أعملها neglection. يبقى accounting is an information system that identifies, records and communicates. كل ما يهمني في الأرض إنه نظام معلومات بيقوم بإيه؟ perform three activities، بيأدي ثلاثة أنشطة وماشية سيريالي بالترتيب كده يعني. إيه هي بقى؟ identifies, records and communicates the economic events of an organization to interested users. ده أعتقد إن هو تعريف يعني مبسط جدا وسهل، ونقدر نعبر عليه بأسلوبنا. طيب هننتقل إلى أول نقطة اللي هي الـ Identification. إيه المقصود بالـ Identification؟ المقصود بيها إن هي زي فلتر، بعمل Selection في Events. أنا أقرر في هذه المرحلة، في النشاط الأولاني ده الـ Activity number 1 اللي هو الـ Identification، إن أنا فلتر. طيب ده أعتبره إن هو Event قابل للتسجيل، يخش على المرحلة التالية اللي هي ريكوردنج، ولا لا اعمله نيجكشن؟ وده ما ينفعش يبقى، ما ينفعش يتسمى ان هو ايكونوميك ايفنت، لا يطلق عليه ايكونوميك ايفنت. هي دي المرحلة بتاعت الايدنتيفيكيشن. نضرب امثلة. الراجل صاحب الشركة، الاونر بتاع الشركة، قاعد مع واحد صديقه صاحب شركة تانية، قاعدين بالليل كده في كافيه ولا في اي مكان، وبيدردشوا. ما عرف منه ان هو ده محتاج حاجة من التاني. طب والله طيب اوكي، بكلمني بكرة عشان نبعت لك حد يشوف لك، يحل لك الموضوع ده. whatever ايه التوبيك دي كان يعني، بالعقل كده، هل ده economic events؟ هما اتكلموا مع بعض، اتفقوا اتفاق مع بعض يعني، حتى even لو وقعوا عقد مع بعض على صفقة معينة، هل التوقيع على العقد ده Is it an economic event؟ لا. وليه انا قلت لا؟ طب ممكن اقول اي. طب ايه المعيار اللي يخليني اقول اي او لا؟ المعيار في حاجتين اتنين لابد يتوفروا في 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 اي economic event. الشرط الاول ان هو related to this entity او to this business او to this unit، لازم يكون متعلق بيها، بيخصها، belongs to it، مش بتاع شركة تانية. اوكي فاين. سكند، الشرط التاني ايه؟ انه لازم يأثر على الفاينانشال بوزيشن. ازاي يعني هيأثر على الفاينانشال بوزيشنز؟ بوزيشن قلنا ان الاكاونتنج ايكويشن فيها 3 ايتمز، assets بتساوي liabilities plus owners equity، وان دي بتمثل الفاينانشال بوزيشن. المعادله دي بنسميها بعض الاحيان معادله الميزانيه. طيب والميزانيه قلنا انها بتعكس ايه؟ بتقيس الفاينانشال بوزيشن في اكس ديت، في تاريخ محدد زي ما قلنا قبل كده. لو الترانزاكشن اثرت على كانت بتخص الشركه او الوحده الاقتصاديه واثرت على الفاينانشال بوزيشن بتاعت الوحده، تبقى واجبه التسجيل. هتاثر على قصدي هتاثر لسه يعني، يبقى واجبه التسجيل. زي ايه؟ طيب انا اشتريت، زي في الفاكرين في الوايت روز سايبر لما اشترى كمبيوترات. طيب اشترى كمبيوترات، بقى في عنده كمبيوترات، بقى في اسيتس جديد دخلت له، تغير دي الايكويشن ولا ما تغيرش؟ تاثر على الفاينانشال بوزيشن ولا ما تاثرش؟ ايوه تاثر، ان في اسيت زاد اللي هو الكمبيوترات، اثرت في افكت. طيب وفي نفس الوقت في لايبيليتي كمان، الابيض زادت، يبقى ده في تأثير اهوت، يبقى دي واجبة التسجيل، يخش بيها المرحلة التانية على طول اللي هي
recording. اوكي، فاعتقد ان شغل الايدنتيفيكيشن ده اتس نوت ا بيج ديل يعني. ورغم ذلك هنشوف بالتفصيل شويه في السلايد القادمه، بيشرح لي ايفنتس، مديني 3 امثله. purchase a computer، ده الايفنت الاول. الايفنت الثاني discuss product design with potential customer، بيتفاهم في الديزاين بتاع يعني راجل زبون محتمل، يعني عمال يقول له الديزاين هيبقى كذا وكذا. اوكي، اتكلم زي ما انت عايز. هل فيها تأثير على الفاينانشال بوزيشن؟ طيب ال event number 3 الأخير pay rent. pay rent، دفع في الكاش، طلع منه فلوس هينقص، يعني في تأثير whatever، نقص أو زاد مش دي القضية. المهم في effect في item في ال equation، يبقى ال financial position اتأثر. it must be recorded وهكذا. فاعتقد يعني الموضوع مش حابب بالنسبه لحضراتكم مشكله كبيره، يعني ان ايه في الايدنتيفيكيشن، يعني عمليه يعني سيلف اكسبلاناتوري شرحها نفسها بنفسها، ومش مش محتاجه قوي ان احنا نتكلم فيها كتير. فهنا ال purchase of computer، ايوه it should be recorded. قال لي yes. الكرايتيريان بيقول لك ايه بقى؟ is the financial position asset liabilities or equity of the company changed. هو ده السؤال. وفي سؤال زي ما قلت لحضراتكم، هو افترض ان كل الكلام ده يخص الشركه، لان دول موظفين في الشركه. اوكي، لكن انا بتكلم بطريقه شامله كده جلوبالي، لازم اول تخص الشركه نمبر 1، نمبر 2 انها هتاثر على الفاينانشال بوزيشنز اللي هو الكومبوننت بتاعته ايه، الاسيتس واللايبيليتيز والاونرز ايكويتي. هو ده معيار اللي بيخليني اقول يس اور نو فور اني ترانزاكشن. طيب نرجع تاني بقى لستيب 2. احنا خلاص الايدنتيفيكيشن وباست، خلاص عرفنا ازاي هنقدر نقول اي او لا، ونسجل او ما نسجلش. نخش بقى في النكست ستيب او نكست اكتيفيتي اللي هو نمبر 2 اللي هو ريكوردينج. ريكوردينج بقى هو ده هيبقى موضوع شابتر 2 اللي جاي ان شاء الله، اللي هو بقى الاكاونتنج سايكل. بنعمل ريكورد الاول، بنسجله في السجلات، حاجه اسمها جورنالايزنج. بعدين بنعمل له كلاسيفاي، بنصنفه ده يروح حساب كذا وحساب كذا جنرال ليدجر. وبعدين نعمل سامرايزنج بقى، نبدا نطلع بقى الترايل بالانس ونطلع الفاينانشال ستيتمنت. هو ده موضوع شابتر 2 ان ديب ديتيلز اللي مساله ريكوردنج. ولما نجي لها في وقتها هتفهم يعني ايه ريكورد، ويعني ايه كلاسيفاي او بوستنج، ويعني ايه سامرايز. اوكي طيب الاكتيفيتي الاخير اللي هو رقم 3 اللي هو كوميونيكيشن. طيب انا ليه بعمل كل الكلام ده؟ في المحاسبه دلوقتي غير البوك كيبنج، يعني من 30 40 سنه كان اسمها حاجه اسمها بوك كيبنج، اللي هو ايه بقى؟ بس جاست ان هو بيحفظ سجلات، يعني بيحفظ الكلام ان عملنا كذا واشترينا كذا ويطلع. لكن التقارير ما كانتش فيه تقارير بتبقى meaningful ليها معنى وبتفيد ال decision maker. حتى الأعمال يعني في كلمة شهيرة اليوم إن باستمرار إن ال bookkeeping كان بيبقى ورا ال decision maker مش قدامه. يعني المفروض إن ال reports financial reports هي تبقى leader لل decision maker في ال organization، هي اللي ترشده وهو اللي تقول له يعمل ايه، لان الارقام ليها معنى، مش ارقام يعني صماء كده، لا بتحلل كل حاجه، وبالتالي يقدر ياخد القرار المظبوط في الوقت المظبوط. طيب مش بس الاونر، الموظفين في الاقسام الاخرى بتاع الشؤون الاداريه او بتاع الشؤون التجاريه عايز يعرف معلومات ماليه معينه عشان يقدر يقرر يعمل صفقات ايه، يعمل ايه، بتوع التحصيل محصلين ولا لا ده بقى في فلوس كتير مش متحصل. دي كلها بتيجي من الايه، من التقارير اللي بتطلع في مرحله الريكوردنج. وعشان كده الكوميونيكيشن ده بيبقى مع مين بقى؟ مع تو كاتيجوريز، مع نوعين، شريحتين اتنين، اللي هما ايه؟
اللي هم فاكرين لما كنا بنقول او قلناها في الليكشر اللي فاتت، قلنا ايه؟ قلنا ان في external users وفي internal users، وقلناهم itemized، يعني مين الاكسترنال يوزرز ومين الانترنال يوزرز، هم دول المعنيين بهذه الريبورتس، بنقدم لهم هذه البيانات. انا ده بيبقى ده هم they are interested in this information، فانا بديها لهم. moreover كمان في ايه، انا ممكن اخاطب ناس يعني non accountant مش محاسبين، يعني ممكن يبقى chairman بتاع شركه، engineer، دكتور، اي وظيفه تانية، اي كارير تانية مش محاسب، فلغه الارقام بالنسبه له والتيرمينولوجي بتاع الاكاونتنج هو مش اوير بيه. اللي بيعمل التقرير ده لازم يبقى عنده هذه التالنت وهذه السكيل، ان هو بيبسط له التقرير بالطريقه اللي يفهمها. ما تبقاش عايز واحد بروفيشنال في الاكاونتنسي عشان يفهم ريبورت، عشان كده بنقول analyze and interpret، بيترجم. هي مش ترجمة بقدر ما هي صياغة، يعني formulation، يعني بسيطة بطريقة مبسطة وسهلة للي هيقرأ هذا التقرير عشان يوصل له المعنى اللي هو عايزه ويقدر يعتمد عليها. عشان كده نقول عليها reliable، يمكن الاعتداد بيها، الاعتماد عليها. اوكي، نبدأ بقى كده بقى في مرحلة الجد بقى. هنبدأ نعمل شوية events ونشوف أثرها ايه على ال accounting equation. أول transaction، ودي لقيت must يعني في أي business لازم بيعمل إيه في الأول، اللي هو investments. في الأول خالص بيعمل investment، أي transaction لازم تبتدي بهذا الأسلوب، بالtransaction one لازم يبقى فيها investment. طيب، حاتم إبراهيم decides to open computer programming service which he names CompuSoft. On September 1st, 1916, he invests 15,000 cash in the business. كل اللي يهمني إنه استثمر لي مبلغ 15,000 cash. This transaction results. بيقول لي هو بقى بيشرح لي بقى، وده في الأول عشان إحنا أول يعني أول transaction هتبقى شوية بنقول ال basic analysis وبعدين ال equation analysis، بس هنعملها في example one عشان تبقى إيه يعني واضحة وتوضح، وناخدها بالقياس بعد كده في الـ next examples. هنا بقول لي ايه؟ بقول لي في الـ basic analysis الراجل استثمر، طبعا عرفنا الكلام ده كويس لان شفناها في الـ في الـ white rose cyber. الـ asset cash increase 15، اوكي، وقوم جاي تحت الـ cash احط 15، افتح في الاول item اسمه cash تحت الاسس واحط 15 بعلامه ساين بلس ان هو زاد كويس، بس كده خلاص يعني؟ لا طبعا، ونروح على ليه، لان دي بتمثل ايه؟ احنا قلنا ان دي ايكويشن، ايكويشن يعني لازم الطرفين يكونوا قد بعض في كل لحظه. طيب لو وقفت عند كده، هل الطرفين لا هيبقى الاسس هتبقى اتقل وهنا زيرو؟ لا ما ينفعش، ما تبقاش equation. طب دي خاصه بايه؟ خاصه بالاونرز ايكويتي اللي هو الكابيتال بتاع الاونر. يبقى في تحت الاونرز ايكويتي بنقول ايه؟ كابيتال، اونر كابيتال بالمبلغ نفسه، وبرده زاد ده initial investment. طيب الترانزاكشن دي بتقول لي ايه؟ ان في طرفين الاثنين ايتمين، ايتم في الطرف ده زاد وايتم في الطرف ده زاد، خلاص يبقى الايكويشن لازم تظل الايكويشن مظبوطه. طيب هفترض حاجه تانية، لو اثرت بالنقص يعني في ايتم هنا ديكريز، يبقى في الناحيه التانية لازم يحصل ديكريزنج كمان، وده الاحتمال التاني. الاحتمال التالت بقى ان يحصل في طرف واحد زياده ونقصان في نفس الوقت، يعني اسيت زادت واسيت تانية نقصت بنفس القدر، خلاص ممكن تتوازن. او في الطرف right side اللي هو liabilities and owner's equity item يزيد وitem ينقص بنفس القدر، يبقى برضو هتفضل الequation balanced، ونسميها equation فعلا متساوية. هم دول الثلاث الاحتمالات مالهمش رابع، طرف يزيد left side يزيد و right side يزيد بنفس القدر.
left side ينقص و right side ينقص بنفس القدر. any side of both يزيد وينقص بنفس القدر. فهم دول الثلاث احتمالات. طيب نخش على transaction number 2, purchase of equipment for cash. برضو اشتريت معدة مكنة كاش بكام؟ 7000. طيب هو سماها لي الايكويبمنت، يبقى بعد الكاش هفتح كولوم تاني تحت الاسيت وهسميه equipment وهحط ال 7000 ونقول ان دي ترانزاكشن 2. كلام جميل. وبعدين جبتها منين؟ ان الكاش ناقص ب 7000، يبقى هنا في الترانزاكشن دي الكاش ناقص ب 7000 وفي اصل زاد ب 7000 اللي هو كنت بقوله لكم الاحتمال الثالث في طرف واحد، ايتم ناقص وايتم زاد بنفس القدر، وعشان كده الايكويشن هتفضل زي ما هي مفيش اي. الكاش كان 15 ناقص 7 اصبح 8، الايكويبمنت ما كانش فيه ايكويبمنت 0 بقت 7. البالانس بتاع الاثنين دول مع بعض 15 بيساوي البالانس بتاع الاونرز ايكويتي 15. المفروض انا بعمل بالانسنج بعد كل ترانزاكشن، يعني برصد بقول 15 ناقص 7 يبقى الرصيد هنا بكتب تحت 2 ده بالانس بي اي ال خساره، وهنا ده 7 وهنا ده زي ما هو 15، عشان لما اخش على ترانزاكشن نمبر 3 يكون عندي بالانسز اقدر اتعامل معاها على طول بدل ما اقعد اجمع من الاول للاخر تاني. نشوف ترانزاكشن نمبر 3. احنا مشينا فورورد. اوكي ترانزاكشن نمبر 3 purchase of supplies on credit. طيب اشترينا supplies كاش؟ لا، على الحساب. دي حاجة جديدة بقى. الاول يعني ايه supplies؟ supplies اللي هي ادوات كتابيه بنشتريها، بنشتري كميه، اوراق تصوير، اقلام، استيك، ما بلا كلام، مسطره، مش عارف ايه اللي بتستخدم مع للستاف عندي في الشركه. وش معقوله بقى ان انا لما يطلع له مثلا ورقه تصوير يصور ورقه او مسجل الورقه دي؟ طبعا ده كلام يعني ما ينفعش. بنعملها ازاي السبلايز؟ وهنجيلها في التفصيل تاني. ان عندي مخزن فيه السبلايز دي، ده اصل من الاصول، وكل ما بشتري بينضاف على المخزن. وبعدين باجي في اخر الفتره الزمنيه اشوف الرصيد اللي اتبقى كام. الفرق بين اللي كان موجود من البدايه، من بدايه الفتره الزمنيه، واللي اصبح موجود في نهايتها بيمثل قدر ما استهلك خلال هذه الفترة، وده اللي بعمل له expensing. بيبقى ايه بقى supplies expense؟ هنشوفها في التمارين ان شاء الله في شابتر 2، بس هنتع كده عشان واحنا ماشيين. ان الكمبيوسوفت purchases 1600 من شركة كذا على الحساب. المهم ان هي ايه؟ credit purchase. هنا الاسيت increase. وليه انكريز؟ واحنا كنا بنشرح الاسيت هو بيعمل ايه، عشان هيديني فيوتشر بنفيتس. اوكي ذا بيبر اند سبلايز. طيب اللابيلز انكريز ليه؟ لاني انا اشتريتها وما اديتش للراجل صاحب الشركه فلوس، يبقى علي التزام اني ادفع له، يبقى ده لايبيلتي جديد تحت الاكونت. تحت اللايبيلتيز هعمل حاجه اسمها اكونتس بيبل. وقلنا الفرق بين accounts payable والaccounts receivable، كلمة payable وكلمة receivable، دي accounts ودي accounts. بالمناسبة الاختصار بتاع دي AR ودي AP. اوكي باي ذا واي هنجيلها بالتفصيل واحنا بنشتغل. accounts receivable من انا هستلم من كلمة receive تبقى asset، لكن accounts payable انا هدفع التزام عليا يبقى liabilities. هنا liabilities زادت بال 1600 والsupplies كأسيت زاد بال 1600، نجمع التوتال بقى ايه؟ هنا 16 هنا 16. ترانزاكشن القادمة
service provided for cash. هنا بقى service مش product، خدمة. طيب CompuSoft receives 1,200 cash from customers for programming services it has provided. أي service generally realization بتاعها إن تتحقق إمتى؟ بتتحقق when it performed، لما تؤدى، مش when it collected. في فرق بين collection وبين performance. لما أدي الخدمة once it performed يبقى realized، خلاص تحققت، مش الراجل دفعها وتقل. لا it doesn't matter، دفع ما دفعش دي قضية تانية خالص. أنا ناس accountant، دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، وهنجيلها برضو في principle تاني هنيجي فيه وهنتكلم. مش عايز اديكم الكلام يعني يبقى ايه بالنسبة لكم شوية. يبقى الخدمة بتتحقق بأدائها. اوكي يبقى هنا performed، خلاص ادينا الخدمة، خلاص عملنا له فوترة، عملنا له billing. يبقى هنا customer receives، ده هو استلم. اوكي ده انا كنت فاكر ان هو ما استلمش على حساب. اوكي هو استلم كاش 1200 والخدمة اتأدت، خلاص الخدمة هنا هتبقى ايه بقى؟ ده ريفينيو، قلنا على السيرفيس ريفينيو. طيب ريفينيو زادت. طب لو الخدمة دي كانت اتأدت والراجل ما دفعش، يعني على الحساب، بسيطة جدا، مكان ما كنا هنقول كاش هنقول ايه؟ accounts receivable، هناخد منه، هنستلم منه في وقت اللحق. اوكي وبرده كاش ايتم، برده قصدي اسيت ايتم، برده اللي هو الايه اكونتس ريسيفبل من الاسيتس. اوكي هنا كاش انكريزز في البيزك اناليسيس و ريفينيوز سبيسيفيكلي سيرفيس ريفينيو، كلام جميل جدا، ان يراد ناتج عن خدمه. ترانزاكشن نمبر 5 بيرتشيز اوف ادفرتايزنج اون كريديت، عملت اعلان في الاهرام. CompuSoft receives a bill، الاهرام بعد ما قلت لهم لو سمحتوا اديتهم اعلان اعلن نشره لي، وقالوا لي طب الفاتوره بتاعته 250. طيب 250 بالنسبه لي دي ايه؟ دي advertising expense، مصاريف اعلان دفعتها. لو كنت دفعتها كان الكاش هيقل والاكسبنسز هتزيد. ايه الوضع اللي هنا؟ لا ده ما دفعش الراجل، ما دفعناش، يبقى تروح فين؟ يبقى التزام علي ان انا ادفعه. يبقى انا شفته بقى هنا في السايد الرايت سايد ايتم زيد وايتم ناقص في نفس السايد، ما within touch assets خالص. بنتكلم في liabilities و owners equity. هنا الـ accounts payable هتزيد بالـ 250 والـ expense لأنها أصلاً فيها هي negative sign، لأن عارفين الـ expense والـ revenues العلاقة بينهم إيه؟ إن الاتنين بتقفلوا في بعض عشان يطلعوا الـ net income أو الـ net loss، وقلنا الكلام ده في الـ income statement. فعشان هي دلوقتي حاطينها كده stand alone items، كل الـ revenues لوحديها والـ expenses لوحديها، فدي بتاخد positive sign اللي هي revenues والـ expense بتاخد negative sign. اوكي ترانزاكشن 6 سيرفيسز بروفايدد فور كاش اند كريديت، كويسه جدا دي. في سيرفيس اتأدت، عملنا بارشال كوليكشن، خدنا جزء بس من المبلغ كله والباقي بقى اون اكونت. هنا CompuSoft بروفايدز 3500 اوف بروجرامينج سيرفيس فور كاستمرز. The company receives cash 1,500 from customers and it bills the balance of 2,000 on account. طيب الأصل في الموضوع لو كاش كنت استلمت المبلغ كله، كنا قلنا إن الكاش زاد ب3,500 وإن الريفينيو زادت ب3,500 وكفى الله المؤمنين شر القتال. لكن اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان احنا خدنا 1,500 بس كاش. طب وال2000؟ يعني هو ما فيش كلام في الريفينيوز انها 3,500 خلاص،
دي ريفينيوز بوزيتيف هتحط 3.5. المشكلة في الطرف التاني ان هو عبارة عن تو بورت، جزئين اتنين، 1500 كاش زادت لان قبضت فعلا، و2000 زودت بيهم الاكونتس ريسيفبل لان حصلهم بعدين لما الناس دي تسدد لي. اوكي، payment of expense، بسدد expenses عليا، بسدد من غير تفكير، يبقى الكاش هينقص. كويس، والاكسبنس معروف ان الاكسبنس هي اصلا نيجاتيف ساين في رايت سايد اندر اونرز ايكويتي. الكاستمر الكمبيوتر سوفت في ذا فولوينج اكسبنس ان كاش فور سبتمبر، ستور رنت، ايجار المخزن 600، اوكي تحت الاكسبنس 600 رنت اكسبنس، اند سالاريز، وبعدين سالاريز اند ويجز of employees 900، salaries and wages expense. بعدين في كمان ايه، في 200 utilities، يبقى تحت ال expense برضو واخده minus sign، 200 utilities expense. كل ده التوتال بتاعها ايه، لان دفعت كلها كاش، الكاش ناقص بالتوتال بتاع these three items اللي هو 1700. برضو الاكويشن لو جمعنا وطلعنا على سيكو الحساب هنبقى 19600. ترانزاكشن نمبر 8، payment of accounts payable. CompuSoft pays its 250 بتاع الاعلان، فاكرين المصروف الاعلان؟ سددته. طيب لما سددت الكاش هيحصل فيه ايه؟ هينقص outflows مش inflows. طيب يبقى 250 نقصت من الكاش تحت الاسد طبعا، وكان معنى حفه لما عملنا الاعلان وما دفعناش قلنا اكونتس بيبل لان ده التزام عليا ان ادفع للاهرام. طب دلوقتي انا دفعتهم يبقى المفروض انقص من هذا الالتزام، خلاص اشيل، يبقى 250 كاش decreased and accounts payable 250 also decreased. بقى الايكويشن فعلا ايكويشن بالانسد. Transaction number 9, receipt of cash on account. CompuSoft receives 600 in cash from customer who had been billed for services. في transaction number 6 كنا عملنا له billing بمبلغ، هو دفع دلوقتي سواء كان مبلغ كله 600 او كان اكتر من كده، هو دفع جزء، فانا بقلل ايه دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ ان انا بقلل من اكونتس ريسيفبل، وفي نفس الوقت الكاش زاد عندي لان انا قبضت فلوس ريسيفز، يبقى في كاش زاد وفي اكونتس ريسيفبل نقصت بنفس القدر، وده برضو اللي هو كان الاحتمال الثالث ان طرف من الطرفي الايكويشن يحصل فيه increase and decrease with the same amount عشان يحصل balance. Transaction number 10, withdrawal of cash by owner. الراجل صاحب المخل الـ owner سحب فلوس لاستخدامه الشخصي، وقلنا عشان الـ separation دي حاجة ودي حاجة، فلوس هستخدمها لحاجته الخاصة غير للـ entity. هاتم إبراهيم withdraws 1300 cash from the business for his personal use، استخدام شخصي. This transaction results in ايه بقى؟ An equal increase in ايه؟ In assets and owner's equity. Equal decrease in assets sorry and owner's equity. الكاش نقص بالقدر اللي هو خده، وفي نفس الوقت تحت ال owner's equity في column هنفتحه جديد اسمه ايه؟ Owner's drawings، يا مسحوبات المالك، واخده علامة ناقص لأنها نيجاتيف زي ما احنا فاهمين من الـ expanded equation، هتنطرح وبالتالي هنا نقص وهنا نقص والـ equation هتبقى balanced. نعمل summarizing بقى لكل transactions، الـ 10 transactions دول، نوصل. طيب حضرتكم لما هتحلوا هتحلوا بنفس الكيفية دي، كل ترانزاكشن الافكت بتاعها
وبعدين نعمل نرصد بعد كل ترانزاكشن على الحسابات اللي حصل فيها تغيير نضيف، اذا كان في ايتم قبليها او ايتم بعدين نجمعهم التوتال كذا. ما كانش فيه بينزل التوتال بتاع نفس المبلغ بتاع الايتم نفسه كولوم، يعني نمشيها كده كولومنر كده كل عمود نطلع بالانسز قبل ما نخش على الترانزاكشن اللي بعديها وهكذا عشان نوصل في الاخر لهذه الصورة. اعتقد المسائل كان يعني سهل جدا، بس هو يا جماعة مشكلة المحاسبة ان هي لازم تحل بايديك. يعني كويس جدا وقاعدين نسمع كده، ده كلام فيري ايزي، ايه ده، ده سهل، الله، ده حاجه بسيطه جدا. لكن عشان تمسك ورقه قلم تقعد تعمل الكلام ده هتبقى المساله بالنسبه لك يعني لازم you should be trained، لازم تقعد تحل كتير، تمسك وتشتغل بايديك لو سمحت. واعتقد ان بكده بيكون هذا الاكزامبل يعني انتهى، ونشوفكم ان شاء الله في اكزامبل لاحق على طول باذن الله. شكرا وgood luck.